داخل إحدى البنيات العتيقة بقلب القاهرة يستقبل مصطفى زوار معرضه الفوتوغرافي. رواد غير عاديين لمعرض غير تقليدي، فالمصور الثلاثيني قام باستغلال أحد الطوابق العليا المهملة في مبنى شوربجي الأيقوني ليكون ساحة تسجل لحظات خاصة تجمع عشاق الحيوانات بالأليف منها. بنعيد استكشاف شقق ومساحات في وسط البلد مهجورة ما حدش يعرفها أصلا، ونبدأ إن احنا نحط فيها معرض، نحط فيها عرض، نعمل فيها حاجة. فكان الموضوع ده ملهم بالنسبة لي جدا، وكنت بشوف إن هو قد إيه إن المكان قد إيه كان ميت ودلوقتي بقى فيه حياة أكتر. المعرض يعد دعوة ضد الإهمال، إهمال الحيوان والإساءة إليه أو إهمال البنايات التراثية ذات التاريخ العريق. لذلك وقع اختيار المصور الشاب على المبنى الذي أسسه مستثمر بريطاني قبل أكثر من 100 عام على الطراز الفيكتوري، والذي عانى من الإهمال لسنوات طويلة حتى امتدت إليه يد الترميم عام 2016 ليستعيد شيئا من بريقه القديم وليتحول إلى مساحات تستضيف فعاليات الفن المعاصر. هي منطقة وسط البلد يعني تعتبر أكبر منطقة، أكتر منطقة فيها أماكن عروض تقليدية، ده تاريخيا من الثلاثينات والأربعينات، فيها عدد من السينمات والمسارح مش موجود في منطقة تانية في القاهرة. طبعا في منهم كتير مقفولين، بس احنا ده ما بيمثلناش مشكلة، بالعكس، لأن احنا بنستخدم الأماكن البديلة في العروض اللي احنا بنقدمها، لانها عروض فنون معاصره، فالفنون المعاصره ما بتتقيدش بالاماكن التقليديه، من التصوير الفوتوغرافي للرقص في الاماكن العامه زي هنا، للذكاء الاصطناعي، الرسم الذكاء الاصطناعي او النيو ميديا. حتى الجدران المتهالكه لمداخل بعض البنايات عرف الفنانون طريقهم اليها. في هذه الزاوية قامت إحدى الفنانات برسم لوحة ترتبط ببرنامج للفن الرقمي يسمح للمتلقي بالاستمتاع بمقاطع متغيرة من خلال الهواتف الذكية بهدف نشر أهمية الحفاظ على الكائنات المعرضة للانقراض. تمثل الفنون المعاصرة لهذه النوعية من الأبنية العتيقة قبلة حياة أعادت لمنطقة وسط البلد رونقها باعتبارها القلب النابض لأم الدنيا. رشا عبد الرحمن، تلفزيون دبي، القاهرة.